إيما المغربي. كنت عرفت بالأغنية يا هتلر اللي كانت أول أغنية وكان أبو لو ستيل غاي. كان واحد لو ستيل غاي اللي بلوزو موا درتو بحال اختي دينا اللي كانت غني مع السما دينا. اي بي في شهر واحد كانت خرجت اول اغنيه اللي كان لو سي ديالها بو ديفيرون على لو راي كان كانت 1-0 والله يعني ما درتش اون فيريتي البوز ما خداتش حقها بحال هتلر ولكن ماشيه اون فيريتي فين ديرنييرمون كان عندي اعراس وافراح في قطر فجلست يعني تقريبا مدة واحد شهر ونص تما وكانوا عندي تما كاين أعراس وأفراح وكان مؤخرا كنت في باريس تما كانت عندي جولة فنية مورا إن شاء الله مورا رمضان عندي واحد الأغنية اللي مازال ما قررنا العنوان ديالها هي أغنية ستيل خليجي مغربي خليجي ميكست اللي ان شاء الله انا حاسه ان غادي دير شي شويه ديال البوز ف اون فا دير بوكو ميم لانه ستيل 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 عمرو ما دار في المغرب شي حاجه اللي هي جديده و لو تيتغ مازال ما فكرنا ليه اون فيغيتي لا انا كنقلب على لو ستيل اللي ارتاح فيه اللي نقدر فريمون نقدر نكمل فيه ماشي ضروري ماشي افكتيفمون الخليج اكيد الاغاني انا قلت لك الاغنيه هي مغربيه خليجيه يعني ميكست يعني كضرب المغرب الخليج الوطن العربي اون جينيرال مالوروزمون كاين هاد الشيء هذا واش كيف قلتي انت حزازه ولا حسد ولا ما عرفتش ولكن الله الارزاق بيد الله الله كيرزق كل واحد وكيعطي لكل واحد وكل واحد اكيد اللي خدم على نفسه وخدم على راسه اكيد غيوصل ولكن عنده بالاخص طموح واحد العزيمه واحد الاراده ما يقولش لا صافي فقدت الامل هنا صافي نوقف لا كمل الواحد الا كان بالاخص مامن بنفسه كلهم بدون استثناء صراحة الله كلهم لا دنيا بطمة لا جميلة بدوي لا يسرى سعوف لا يعني ما نقدرش نقول يعني ننسى شي واحد مي فريمون كلهم ما شاء الله عليهم بنات البلاد وبنات المغرب الله يسهل على كل وحدة والله يوفقهم انا كنحماق على الطياب ولكن شويه معجزه في التقطاع نقطع البصله نقطع هادي نو جو بريفير شي واحد يقطع لي انا نطيب فريمون كنطيب تري بيان لان عشت في الغربه اكثر من 12 سنه وهادشي خلاني نعتمد على نفسي كنت في الديار البلجيكيه فهادشي هذا خلاني فريمون نعتمد على نفسي انني نطيب انني ندير طويجنات ما يمكنش تاكل واحد ياكل في الزنقه سكيفي الحمد لله هادشي هذا بالعكس هو اللي خلاني نكون يعني نقد ندخل الكوزينه ونكون قاده بها صراحه انا ما شفتش اون فيغيتي ما شفتش انا عندي واحد لو بروجي كنفتحو في المغرب سكي في نهار كامل وانا داهيه معاه وفاش كنوصل عاد شي كنفطر كنعس كنعيا والله ما شفت مي انا متاكده انه ما شاء الله ديرنيغ موف لا في القناه الاولى ولا في القناه الثانيه داروا مسلسلات رائعين وداروا بزاف ديال الحوايج زوينين فشفت كنت مثلا تما فاش كان يعني ما في الخليج ولا في اوروبا فاش كنكون هكا متغربه في الليل كيعطيك داك تونوي كتقنطي كتجبدي المسلسلات تفرجيهم كنت فرجت كذا مسلسل مي فريمون هذا المسلسلات المغربيه ماشيه بقوه ما شاء الله الله يوفقهم كاملين جميع الفنانه وجميع الممثلين نقول الجمهور المغربي ان شاء الله ايمان المغربي راجع بقوه عندي ان شاء الله عمل اللي ان شاء الله غادي ان شاء الله نتمنى يكون في متناول الجميع وانا جيت فرحانه بهذا العمل اللي انا كتبته وانا لحنته بليزو موا انا ورامون وان شاء الله ان شاء الله يكون هادشي مزيان يكون يعجب كاع الناس ويعجب جميع المغاربه ان شاء الله